السلام عليكم ورحمة الله، معاكم أستاذ عمر العاصي. وإن شاء الله النهاردة هنحل امتحان مادة الرياضيات اللي جت السنة دي سنة 2022-23، فصل أول لسنة 10 متقدم. تمام، نبدأ كده بأول سؤال. بسم الله، بيقول لك حدد نوع جذور المعادلة دي. تمام، طب نحدده إزاي؟ هنجيب قيمة المميز. المميز بيقول إيه؟ بي تربيع ناقص 4 اي سي. طب هي البي بكام؟ البي بسالب 4 أس 2 ناقص افتح قوس 4 في الايه بكام؟ بسالب 2 والسي ب7. بالآلة الحاسبة هنلاقي دي 16 ناقص سالب 56، الكلام ده كله هيساوي 72. تمام، طالما طلعت قيمة المميز موجبة فنعرف على طول ان دول عددان حقيقيان. طب يا ترى بقى هل هما نسبيان ولا غير نسبيان؟ بكل بساطة بناخد الجذر ال 72 ده ونجيب جذرها، جذر 72. هنيجي نبص هتلاقي ان هي مطلعتش رقم صحيح، طلعت رقم وجنبيه كسور عشرية كتير. فطالما طلعت رقم وجنبيه كسور عشرية كتير يبقى ده عددان حقيقيان غير نسبيان. لو كانت طلعت عدد صحيح زي مثلا كان الناتج طلع 49 وانا خدت جذر 49 فهيطلع لي 7، فكده اقدر اقول ان الجذران حقيقيان نسبيان، لكن في الحالة دي هيكون جذران حقيقيان غير نسبيان. بعد كده السؤال اللي بعده، سؤال رقم 2، قدر احداثيات اكس التي تحدث عندها قيم صغرى. طيب هي القيم الصغرى حصلت هنا فين؟ مرة هنا ومرة هنا. طب انا عايز قيم اكس اللي حصل عندها قيم صغرى. فنيجي نبص، اول قيمة حصلت عند اكس بتساوي 1، وتاني قيمة حصلت عند اكس بتساوي سالب 3. السؤال الثالث، اختر النقطة التي يحدث عندها قيمة عظمى للدالة. طيب هو جايب لك اربع نقط وبيقول لك هل دي بيجي عندها قيمة عظمى للدالة ولا لا. فنقوم ماسكين نقطة نقطة ونشوف أكبر قيمة، أكبر قيمة منهم وتكون هي دي القيمة العظمى. تمام، هنعوض في الدالة دي. فأول واحدة مثلا لو جبنا الآلة الحاسبة، عندنا أول واحدة هنعوض عن الإكس ب12 والواي ب7، يبقى سالب 5 في 12 زائد 2 في 7 طلعت لنا بسالب 46. التانية سالب 5 في 8 زائد 7 في 2 سالب 26. التالتة سالب 5 في 8 زائد 2 في 14 طلع بسالب 12. والأخيرة سالب 5 في 12 زائد 11 في 2 طلع بسالب 88. هنيجي نبص نلاقي أكبر قيمة هي السالب 12، يبقى الناتج 8 و14. بعد كده اوجد حاصل ضرب مصفوفتين. اول حاجة لازم نتأكد ان المصفوفتين دول ليهم حل او يمكن حلهم. ازاي بنعرف؟ اول حاجة بنشوف درجة المصفوفة الاولانية، فديت مكونة من صفين وعموديين، يبقى 2 و2 2 في 2. طب والتانية مكونة من صفين بس 3 اعمدة، يبقى 2 في 3. هنيجي نبص، طالما الابعاد الداخلية متساوية يبقى المصفوفتين دول نعرف نضربهم في بعض، والناتج المصفوفة هيكون الأبعاد الخارجية، يبقى المصفوفة الناتجة هتكون 2 في 3. تمام، نعمل الشكل كده 2 في 3. عايزين أول حاجة ده موجود فين؟ في الصف الأول العمود الأول. فنضرب الصف الأول في العمود الأول، 0 في سالب 2 ب0 زائد 6 في 7 ب42. تمام، نكمل هنجيب عشان نجيب ده، فهنجيب الصف الثاني في العمود الأول، يبقى نضرب الصف الثاني من المصفوفة الأولى في العمود الأول، يبقى 8 في سالب 2 سالب 16 زائد 4 في 7 ب28، يبقى 28 ناقص 16 هتطلع ب12. نكمل 0 و6 نضربها في 3 و4. طب 0 و6 نضربها في 3 و4، يبقى هنجيب ايه؟ الصف الاول العمود التاني. طب 0 في 3 ب0 زائد 6 في 4 ب24، وهكذا نفضل نكملين بهذا المنوال لحد ما هنوصل للشكل النهائي للدالة للمصفوفة، هيكون بالشكل ده وهيبقى الناتج هو سي. تمام، وبرضه ممكن نستخدم الآلة الحاسبة ندخل الماتريكس دي والماتريكس دي ونضربهم في بعض هيطلع لك الناتج ده في مرة واحدة. بعد كده السؤال ده بيقول لك حل المعادلة دي. طب نحلها ازاي؟ أول حاجة نحولها لدالة صفرية، يبقى اكس زائد اكس تربيع زائد 10 اكس زائد 36 ناقص 12 بتساوي 0. بعد كده نحولها نبسطها تبقى زائد 24 بتساوي 0. بعد كده بقى نحللها، في مليون طريقة ممكن نحل بيها، ممكن نحللها لقوسين او ممكن نستخدم الآلة الحاسبة. انا ممكن احللها القوسين اكس اكس، طالما الاشارة دي موجبة
يبقى الاشارتين اللي في النص هيكونوا موجبين، وعايزين رقم رقمين حاصل ضربهم 24 حاصل جمعهم 10، فرقمين هيكون 4 في 6 يبقى 4 في 6. طيب بس كده نقوم جايبين اكس زائد 4 ونساويها بزيرو يبقى اكس بسالب 4، واكس زائد 6 بتساوي زيرو يبقى اكس بتساوي سالب 6، يبقى الناتج هيكون اكس بسالب 4 واكس بسالب 6. برضو لو حبينا نتاكد بالاله الحاسبه نروح ونجيب 1 يساوي 10 يساوي 24 موجب 24 يساوي الاكس الاولانيه طلعت لنا بسالب 6 والثانيه بسالب 4. السؤال اللي بعد كده حول لابسط صوره. طب نحول ازاي لابسط صوره؟ اول حاجه نفكك نوزع الجذر، فنخليها جذر 4 في جذر اكس اس 6 في جذر واي اس 8. طب جذر 4 ب 2، طب اكس اس 6 جذر اكس اس 6 هيتحول ازاي؟ هنحول الاس لبسط ومقام. طب ايه اللي بيتكتب في البسط؟ هي درجه الاس. طب ايه اللي بيتكتب في المقام؟ درجه الجذر. يبقى 6 على 2 في نفس الكلام 8 على 2 هتساوي ايه؟ 2 اكس اس 3 واي اس 4. بس فينا خطوه ما ننساهاش اللي هي ايه؟ هنيجي نبص الاكس كان الاس بتاعها زوجي اتحول فردي لازم يتحط في مقياس. طب تعالى نطمن على الواي، الواي كان الاس بتاعها زوجي بقى زوجي خلاص، يبقى لازم نحط الاكس اس طالما اتحول الاس من زوجي لفردي لازم يتحط في مقياس. طب هو انا ليه اصلا بحط مقياس؟ اقول لكم ليه نحط مقياس. اول حاجه هو السؤال بيقول لك انا عايز ابسط. يعني ايه ابسط؟ يعني انا عايز احافظ على الداله ديت بس في صوره مبسطه، عايز احافظ على الداله دي بس في صوره مبسطه. هوصل للحاجه دي ازاي؟ او انا لو حبيت اتاكد ان حل ده صح او لا فاعمل ايه؟ فبقوم انا بفرض اكس مثلا وليكن بسالب 2 وواي بسالب 2 تمام، واقوم معوض في الداله دي هيطلع لي ناتج، وبعد كده اقوم معوض في الداله الجديده اللي انا طلعتها، لو طلع هما الاثنين نفس الناتج يبقى انا حل كده صح. لو طلع فيه اختلاف ارقام اشارات او اي حاجه يبقى انا كده في عندي مشكله في الداله ديت طالما ما طلعتليش نفس الناتج تمام. فلو انا حبيت اعوض في ديت باكس بسالب 2 واي بسالب 2 فتعالى كده نجيب الاله الحاسبه جذر 4 في 6 سالب 2 كل اس 6 بعد كده في واي اللي احنا قلنا برضه هنعتبرها بسالب 2 كل اس 8. طلعت لنا الناتج بكام؟ ب 256. ده الداله الاصليه اللي احنا كنا اصلا عايزين نبسطها هتطلع لنا ب 256. طب الداله بقى اللي انا حليتها وده الحل اللي انا واثق منه بس حابب اتاكد اكتر، تعالى نعوض 2 بعد كده نعمل المقياس. المقياس هيبقى كام؟ نفتح قوس سالب 2 كل اس 3 بعد كده في سالب 2 اس 4. طلع الناتج ب 256 برضه يبقى انا حل صح. بس فيها نقطه بقى، في يقول لك ليه؟ طب هو ايه فايده المقياس هنا؟ هو طب تعالى كده نجرب نحل من غير ما نحط المقياس. يبقى 2 في افتح قوس سالب 2 وكل اس 3 في سالب 2 وكل اس 4. هنيجي نبص هنتلاقي الناتج من غير المقياس طلع لنا بسالب 256. هل انا حافظت على نفس القيمه؟ لا. طب نستفاد من دوت ايه؟ احنا عارفين ان الجزء الاس الزوجي بياكل او بيلغي السالب، يعني لما اجي اقول سالب 2 كل اس 4 فانا عارف واثق ان الناتج هيطلع موجب، لكن سالب 2 كل اس 3 السالب الاس الفردي ما بيضيعش السالب بيحافظ على السالب. فانا هنا اهوت لو كان انا عندي الاكس قيمه سالبه فانا واثق ان الاس الزوجي اللي هو الستة ده هيقضي عليها مش هتبقى موجوده، لكن انا لما حولتها من اكس اس 6 لاكس اس 3 فمعنى كده ان لو في سالب مش هيطير، فهي دي المشكله. فبنحط مقياس عشان يطير السالب. طيب نخش على السؤال اللي بعده، حل نظام المعادلات دوت. طب نحله ازاي؟ ممكن بالاله الحاسبه او ممكن مانوال. نجرب نحلها مانوال. انا عايز اطير الـ A فاضرب المعادله دي كلها في 5 في 5 فهتتحول لشكلها هيبقى عامل ازاي؟ 5 A زائد 15 B بتساوي سالب 70. هنيجي نبص هنتلاقي ان معامل الـ A زيه ومعامل الـ B زيه لكن الحد المطلق مختلف. طالما معامل الـ A والمعامل الـ B الاثنين متساويين والحد المطلق مختلف دي معروفه اللي هي لا يوجد حل على طول، لا يوجد حل. السؤال اللي بعد كده جاي بيقول لك حجم المنشور المستطيل يساوي كذا، حجمه بيديه لك بيساوي كذا.
عاوز ايه؟ عايز مساحة مساحة قاعدته، دالة مساحة قاعدته. طب دي هنجيبها ازاي؟ هو انا المفروض ان احنا نكون عارفين ان الحجم بتاع اي شكل بيساوي ايه؟ مساحة القاعدة في الارتفاع. طب هو مديك الارتفاع، مديهولك، مديهولك بكام؟ باكس زائد 2. يبقى انا عايز مساحة القاعدة. طب انا لو عايز مساحة القاعدة هعمل ايه؟ هقوم قاسم الدالة دي على اكس زائد 2 عادي خالص، نقسمها قسم تركيبية، نبدأ ننقل المعاملات. معامل اكس تكعيب بواحد، معامل اكس تربيع بسبعة، معامل الاكس ب14، معامل الحد المطلق ب8. بعد كده هقسم على كام؟ اكس زائد 2 يبقى سالب 2، ننزل الواحد زي ما هو، 1 في سالب 2 بسالب 2، 7 ناقص 2 5، 5 في سالب 2 بسالب 10، 14 ناقص 10 4، 4 في سالب 2 بسالب 8 0. طالما ده طلع لي بزيرو ففعلا ده احد عوامل الداله ديت، وده الباقي. الباقي هيبقى كام؟ ده اللي هتبقى طبعا الارقام ديت هنبص الواحد ده تحت معامل الاكس اس 3، فهنقوم ناقصين اس، يبقى اكس اس 2 زائد 5 اكس زائد 4. يبقى معادله مساحه القاعده هتكون اكس تربيع زائد 5 اكس زائد 4. بعد كده عايز قيمه الاف جي 5. طيب دي بنحلها ازاي؟ اول حاجه هنحتاج نجيب الجي 5. الجي 5 هنجيبها ازاي؟ هنشيل بدل ما في اكس، هنشيل الاكس ونحط مكانها 5، يبقى 5 ناقص 2 هتساوي 3. تمام. طب انا جبت الجي 5 هنسكت يبقى هو ده الحل؟ لا، هو عايز الاف جي 5، يعني زي ما يكون هو عايز الاف 3 دلوقتي. طب الاف 3 معناها ايه؟ ان انا اشيل كل قيمه اكس واعوض عنها بايه؟ ب3. فهنساوي هتبقى 3 كل اس 2 زائد 3 في 3 هتساوي 9 زائد 9 هتساوي 18. تمام. بعد كده عايز عدد الجذور الحقيقيه وعدد الجذور التخيليه. طب انا الاول قبل ما اخش في المساله انا محتاج اعرف دي من الدرجه كام، عشان بناء عليها اقدر احدد عدد الجذور الكليه. فانا هاجي ابص هتلاقي ان دي داله زوجيه عشان الاسهم فوق، دي اول حاجه. تاني حاجه الداله ديت من الدرجه الرابعه، عرفت منين؟ ادي اول خط، تاني خط، تالت خط، رابع خط. طالما اربع خطوط يبقى هي داله من الدرجه الرابعه. تمام. طالما داله من الدرجه الرابعه يبقى ليها اربع اصفار. هنيجي نبص على الاصفار الحقيقيه، هيكون هنتلاقي ادي واحد اتنين لان هما بيقطعوا محور اكس، خلاص يبقى انا عندي 2 صفر حقيقي. طب والباقي هيكون تخيله اكيد، يبقى واتنين تخيلي، يبقى عندي جذرين حقيقيين وجذرين تخيليين. بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول لك اختر التمثيل البياني لكثيرة الحدود التي لها درجة زوجية ومعامل رئيسي موجب، يعني عايز دالة زوجية موجبة. طب انا دلوقتي بعرف الدوال ازاي من الاشكال ديت؟ اول حاجة نعرف دالة فردية وزوجية ازاي؟ عن طريق الاسهم. لو الاسهم الاتنين في نفس الاتجاه تبقى زوجيه، لو عكس الاتجاه تبقى فرديه. فهنلاقي ان دي فرديه، دي فرديه، يبقى مالناش دعوه بيهم، دي مش معانا ودي مش معانا. هنلاقي ان دي زوجيه ودي زوجيه. طب عايزين نعرف هي موجبه ولا سالبه ازاي؟ المفروض الموجبه بيكون الاسهم لفوق، السالبه الاسهم لتحت. فهنلاقي ان دي اسهمها لتحت تبقى سالبه، يبقى الناتج هو الداله دي. السؤال اللي بعد كده عايز قيمه سي التي تجعل الداله ديت مربعا كاملا. فاحنا عارفين سي بتساوي بي على الاثنين الكل اس 2. طب البي بكام؟ ب 24 على 2 وكل اس 2 هتساوي 12 اس 2 هتساوي 144. تمام. ده الناتج بتاعها. بعد كده اختر التمثيل البياني المتباينه. هو كان جاي لكم في الامتحان المتباينه وبيقول لك انا عايز التمثيل البياني بتاعها او عايز اعرف الحل الصحيح. طب انا حتى لو مش موجوده عندي انا اعرف من قبل ما اخش الاختيارات اعرف اختارها ازاي. اول حاجه هنمثل الداله. بنمثلها ازاي؟ بجيب اصفار الداله، بحل الداله ديت على الاله الحاسبه واجيب اصفارها، واحد يساوي سالب 2 يساوي سالب 8 يساوي. يبقى الاكس الاولانيه سالب 2 والاكس الثانيه ب4. عظيم جدا. طيب بعد كده بنقوم ممثلين الداله. انا عارف ان انا الاصفار عند الاربعه وعند دي ب4 ودي سالب 2، يبقى دي الاصفار ويبقى الداله دي شكلها عامل كده. تمام. طيب يبقى الشكل المبدئي ده شكل كروكي مش اكيوريت، بس الشكل المبدئي يكون عامل كده من سالب 2 ل 4. طيب في عندي ايه تاني عايز ارسمه؟ عايز التظليل بقى، دي متباينه فعايز اظلل. طب هظلل ازاي؟ اول حاجه بختار اي نقطه داخليه داخل القوس ده او داخل الكيرف بتاع الداله. هنيجي نبص مثلا نقطه 0 و0 اهي جواها، هنقوم معوضين ب0 و0 في الداله دي وهنشوف هل الداله بقى شكلها منطقي ولا لا. لو منطقي يبقى التظليل جوه لان 0 و0 جوه، لو مش منطقي يبقى التظليل بره. هنيجي نعوض الواي
هتبقى صفر اكبر من او يساوي صفر ناقص 2 في صفر بصفر ناقص 8. فملخص الكلام ده يبقى الصفر اكبر من او يساوي السالب 8. طب هو فعلا الصفر اكبر من او اكبر من السالب 8؟ اه، طالما اكبر من السالب 8 يبقى التظليل هيكون جوه، يبقى التظليل هيكون جوه. السؤال اللي بعد كده، بسط 30 على 1 ناقص 2 اي. طب الحل ده هنعمله ازاي؟ ممكن بالآلة الحاسبة، عن طريق ان احنا نحط الآلة الحاسبة على مود كومبلكس، او ممكن نحلها عادي بايدينا. طب نحلها بايدينا ازاي؟ هنضرب في مرافق المقام، هنضرب في بسط ومقام. مرافق المقام ايه؟ 1 زائد 2 اي. يبقى نضرب في 1 زائد 2 اي على 1 زائد 2 اي. 30 في 1 زائد 2 اي، يعني نمسك ده نضربه في ده، والمقام نضربه في المقام. البسط هيتحول ايه؟ هيبقى 30 زائد 60 اي. طب المقام هيتحول 1 في 1 بواحد. ده هنيجي تلاقيه ده ناتج تحليل فرق مربعين. فمعنى كده ان احنا هنعمل ايه؟ هناخد مربع الاول 1 ومربع الثاني والاشاره سالبه، لانه فرق بالمربعين. طب مربع الثاني كام؟ هيبقى 4 اي اس 2. طيب الكلام ده كله هيتحول 30 زائد 60 اي على 1 ناقص 4 اي تربيع. طب ما احنا عارفين ان اي تربيع دي بتساوي ايه؟ سالب 1. طب سالب 1 في سالب 4 يبقى موجب 4، يبقى 1 زائد 4. يبقى الكلام ده كله هيتحول 30 زائد 60 اي على 5. 30 على 5 فيها 6 و60 على 5 فيها 12. يبقى ده الحل، 6 زائد 12 اي. طب انا حابب اتاكد من حلي، اقوم رايح على الاله الحاسبه واكتب مود كومبلكس، نعمل شرطة كسر. فوق هنكتب ايه؟ هنكتب 30، وتحت هنكتب ايه؟ هنكتب 1 ناقص 2 اي. هتلاقيها طلعت 6 اي، 6 زائد 12 اي، 6 زائد 12 اي. تمام، نروح للسؤال اللي بعده. حل المعادلات ديت. تمام، هو انا مش متاكد السؤال كان جاي لكم بالصوره ديت ولا لا، بس هي اللي وصل لي بالشكل ده. طيب عايزين نحل المعادلات. طب ممكن نحلها عن طريق الاله الحاسبه، نجيب مود ونحط اللي هو ده المعادلتين في مجهولين، 6 يساوي سالب 3 يساوي 30 يساوي 4 يساوي 1 يساوي 8 يساوي الاكس هتطلع ب 3 والواي بسالب 4. فممكن يكون اصلا الحل اللي جاي لكم يجيب لكم رسومات وخطين وانت تحدده. فانت هتروح تبصوا على اللي فين الاكس ب 3 وفين الاكس بسالب 4، نقطه تقاطع الخطين اكس ب 3 واكس بسالب 4، ويبقى هو ده هيكون الحل. تمام، اوجد ناتج المعادله الكبيره ديت. احنا بنحاول نبسطها لابسط شكل. طب نبسطها ازاي لابسط شكل؟ اول حاجه هنفك الاقواس. القوس الاول ده هنضرب 5xy في 4x. 5xy هنضرب الارقام مع بعضها، لو انا عندي x نضربها في الاكس اختها، الواي نضربها في واي لو في. طيب هنضرب 5 في 4 ب 20. بعد كده الاكس في اكس، طالما بنضرب اكس في اكس الاساس واحد، فبنجمع الاسس، ده اس واحد وده اس واحد، يبقى اكس اس 2. بعد كده الواي ما فيش حاجه هنا، تبقى تتكتب واي ناقص. نفس الكلام 5 في 2 ب 10، اكس مش موجود زيها تنزل زي ما هي، واي في واي عارفين الاساس ثابت، يبقى نجمع الاسس، ده اس واحد ده اس واحد، تتحول لواي اس 2 زائد. نفك القوس ده الاول. القوس دوت هو ايه؟ ده ناتج فرق بين مربعين. فهيكون الحل بتاعه هيكون ايه؟ اكس تربيع مربع الاول مربع الثاني، وفي النص اشاره سالبه، والسته زي ما هي. طب نضرب السته، فلو ضربنا السته هتبقى شكلها عامل ازاي؟ 6 اكس تربيع ناقص 6 واي تربيع. طيب يبقى ده شكل الحل في الاخر. نرتبه بقى على حسب الاختيارات اللي جات لنا. تمام، طيب حل المعادله. حل المعادله اكس اس 4 ناقص 3 اكس اس 2 ناقص 4. طيب انا اعرف احل المعادله بالدرجه الرابعه؟ لا، بس احنا ممكن نحولها للمعادله بالدرجه الثانيه. ليه؟ ازاي؟ ما هو طالما انا عندي الاس او الدرجه من اس 4 والاس الثاني 2، فطالما ده ضعف ده، طالما الأربعة ضعف الاتنين، خلاص انا ممكن احولها لداله تربيعيه. ازاي؟ بنقسم، بنفرض ان اليو بتساوي اكس اس 2، يبقى اليو تربيع هتساوي ايه؟ اكس اس 4. نشيل اي اكس اس 2 ونحط مكانها يو، ونشيل اي اكس اس 4 ونحط مكانها يو اس 2. فهتبقى يو اس 2 ناقص 3 يو ناقص 4 بتساوي 0. نحلها باي طريقه، ممكن نحلها بالاله الحاسبه، ممكن نحلها بالقانون العام، ممكن نحلها باي طريقه، ممكن نحلها فرق اقواس، اي طريقه ممكن نحلها بالاله الحاسبه مثلا. ونجيب مود 1 يساوي سالب 3 يساوي سالب 4 يساوي، يبقى اليو بسالب 1 واليو ب 4. طب خلاص كده هو ده الحل؟ لا طبعا، انا كل ده بقى جايب قيم يو،
طب انا اصلا اليو دي بتساوي كام؟ بتساوي اكس تربيع. يبقى انا عندي اكس تربيع بتساوي سالب واحد واكس تربيع بتساوي 4. طيب انا عشان اجيب الاكس بقى هعمل ايه؟ اول حاجه هنيجي لده وناخد جذر الطرفين ويتحول لموجب او سالب، وكذلك ده موجب او سالب جذر الطرفين. فهنا الاكس هتبقى بتساوي ايه؟ موجب او سالب 2. طب وهنا الاكس هتساوي ايه؟ الاكس هتساوي موجب او سالب جذر سالب واحد، عارفين ان هو باي، يبقى الحلول هتبقى موجب وسالب 2 وموجب وسالب اي. بعد كده السؤال ده بيقول لك حدد مدى الداله. طيب حدد مدى الداله ده، انا اصلا عشان احدد المدى انا عارف المدى دوت اللي هو ايه؟ على محور واي. طب ما نحاول اول حاجه نتخيل شكل الداله ده عامل ازاي. الداله ديت مبدئيا موجبه، فيبقى شكلها عامل كده. طيب عايزين نعرف نقطة القيمة الصغرى بتاعتها، فبنجيبها ازاي؟ بنجيبها من قانون الاكس هتساوي سالب بي على اتنين ايه؟ هتبقى سالب اتنين على اتنين في واحد، هتساوي اتنين على اتنين هتساوي واحد. بعد كده نجيب واي، يبقى واحد تربيع ناقص اتنين في واحد زائد تلاتة، هتساوي واحد ناقص اتنين زائد تلاتة هتساوي اتنين. يبقى انا عندي النقطة ديت انا عارف ان دي دالة موجبة فليها قيمة صغرى، فجبناها جبنا النقطة القيمة الصغرى بتاعتها عند الواحد واثنين. فنحاول كده نمثلها، نروح للواحد ونطلع للاثنين، فده يبقى شكل الدالة. الدالة شكلها عامل كده. عايز المدى بتاعها، المدى بتاعها لمحور واحد، فنلاقي المدى بتاعها من اول هنا اهو لحد المدى النهاية. يبقى المدى بتاعها هيبقى اف اكس، حيث الاف اكس مالها اكبر من الاثنين، اكبر منها ويساوي الاثنين. تمام، يبقى الداله ديت المدى بتاعها من عند الاثنين لفوق. تمام، نروح على السؤال اللي بعد كده، نكمل سؤال 19. السؤال 19 بيقول لك اي مما يلي اللي بيمثل الرسم البياني ده. هنيجي نبص هتلاقي كل الحلول جايب لك الداله التربيعيه بصيغه الراس. طب انا عارف الفورم بتاعت صيغه الراس، واي بتساوي اي x ناقص h كله اس 2 زائد k. تمام، طب انا اعرف اجيب ال a وال h وال k. هنا ال a واضح ان هي داله موجبه، تبقى واحد بموجب واحد، يبقى ال a بموجب واحد. طب وال h عندنا بكام؟ هنيجي ال h هي ال x، فنيجي القيمه الصغرى هي اللي بتعبر عن h وال k. فهنا ال h هتبقى بسالب 2 وال k بسالب 4، يبقى نشيل ال h ونحط مكانها سالب 2، وكين شيلها ونحط مكانها سالب 4. سالب بالنسبه للسالب 2 هتبقى سالب سالب، تبقى موجب، تتحول لاكس زائد 2 الكل اس 2 ناقص 4. هنيجي ندور على الشكل ده في الحلول، هنلاقي ده غلط، ده غلط، ده ناقص مش زائد، ده غلط، يبقى الناتج النهائي هو الاخير هو الناتج الصح. بعد كده نفس الطريقه برضو بيجي بيقول لك اختر العباره الصحيحه. فانا عارف ان الداله الجذريه برضو الفورمه بتاعتها واي بتساوي ايه؟ جذر اكس ناقص اتش زائد كي. نعرف نطلع الاتش والكي، الاتش سالب 6 والكي ب4، سوري الاتش ب4 والكي بسالب 6. الاتش هي الاكس، فالاتش هنا اهوت بتساوي 4 والكي هنا اهوت بسالب 6. تعال نعوض بقى في القانون، وبرده الاي هنا اهوت طالما هي طالعه لفوق تبقى موجب واحد، تبقى الواي بتساوي 1 جذر الاكس، احنا قلنا الاتش ب4 تبقى ناقص 4 زائد كي، الكي بسالب 6 يبقى ناقص 6. هنيجي ندور على الشكل ده في الحلول. فانا عندي اصلا هو مدينا دالتين ومدينا مجال ومدى، فنيجي نبص هتلاقي دي مش نفس الشكل يبقى دي غلط، دي ناقص دي زائد مش نفس الشكل يبقى دي غلط، يبقى ما قدمناش الا داله المجال وداله المدى. طب انا اعرف اطلع المجال؟ طبعا المجال بالنسبه ايه؟ بيعبر عن محور اكس. طب والمجال بيقول لك ايه؟ بيقول اكس حيث اكس ماله اكبر من او يساوي الاربعه، لازم يكون اكبر من او يساوي الاربعه. طب هو انا هعملها اكبر من؟ هعملها اصغر من، يبقى غلط. طب بالنسبه للمدى، المدى يبقى واي حيث واي ماله اكبر من او يساوي ايه؟ السالب 6. ليه اكبر من او يساوي؟ عشان الداله موجبه. طب ليه اكبر من او يساوي السالب 6؟ عشان هي اخر اثر للداله عند السالب 6. هنيجي نبص هنتلاقي الحل رقم بي. تمام، نروح للسؤال رقم 21، حل نظام المعادلات التالي. هنحله على طول بالاله الحاسبه، نجيب الآلة الحاسبة ونقول واحد يساوي واحد يساوي اتنين يساوي ستة يساوي اتنين يساوي سالب واحد يساوي أربعة يساوي تسعة يساوي. بعد كده الإكس معاملها بواحد، بعد كده الواي مش موجودة هنحط معاملها بصفر، الزد معاملها بواحد، وتلاتة يساوي الإكس طلعت لنا بواحد يساوي الواي طلعت لنا بواحد، الزد طلعت لنا
باتنين، الزد طلعت لنا باتنين، تمام؟ يبقى الناتج الحل 1 1 2. نروح للسؤال اللي بعد كده. اوجد قيمة البي ناقص 2 ايه. طيب اول حاجة هنجيب البي هننزلها زي ما هي، 5 ناقص 1 2 سالب 4. طب والايه هنقوم قايلين ناقص 2 ايه، هنضرب الدالة دي في 2 وننزلها، يعني كل معامل في نضربه في 2، تبقى سالب 3 في 2 سالب 6، سالب 4 في 2 سالب 8، 8 في 2 ب 16، 6 في 2 ب 12. بعد كده نطلع المصفوفة الناتجة، نطرح 5 ناقص سالب 6 هتطلع ب 11، لان سالب سالب تبقى موجب، يبقى 5 زائد 6 ب 11. سالب 1 سالب سالب 6 سالب سالب 8 يبقى سالب 1 زائد 8 تبقى 7. بعد كده 2 ناقص 16 سالب 14، سالب 4 ناقص 12 هتطلع لنا ب سالب 16، تمام؟ نروح للسؤال اللي بعد كده، عايز معكوس الداله ديت. المعكوس معناها ان احنا هنبدل الاكس مكان الواي، يبقى هيبقى شكلها عامل ازاي؟ الاكس هيساوي 5 واي تربيع ناقص 5. طب انا هسيبها كده؟ لا، انا عايز اخلي الواي لوحدها. طب هجيبه ازاي؟ اول حاجه هودي الخمسه الجنب التاني باشاره موجبه، يبقى اكس زائد 5 بيساوي 5 واي تربيع. بعد كده هنقوم احنا عشان نطير الخمس هضرب هنا في 5 واضرب دي كلها في 5، تمام؟ هيتبقى لنا الشكل، يبقى الواي تربيع هتساوي ايه؟ 5 اكس زائد 25. وبعد كده هناخد جذر الطرفين ونحط موجب او سالب، طالما بناخد جذر يبقى عندنا الواي هتساوي ايه؟ موجب او سالب جذر 5 اكس زائد 25. نروح اللي بعد كده، بيقول لك استخدم التمثيل البياني التالي عشان تحدد اي واحد في دول ليس احد عوامل، ليس احد عوامل يعني مش من العوامل بتاعتها. طيب انا عندي في طريقتين للحل، الحل الاصعب والطويل ان انا اخد الداله ديت وافضل اقعد اقسمها على كل، اقسمها اسم تركيبيه على كل واحده من دول، والمساله اللي تطلع لي باقي يبقى هي ديت اللي هي ليست احد العوامل. او الحل الثاني ان هو الحمد لله مدينا الرسمه. طب بما انه مدينا الرسمه فانا ممكن اطلع اصفار الداله واحولهم لعوامل. ازاي؟ انا اصفار الداله عند سالب سالب نص وواحد وتلاتة، يبقى انا عندي الاكس بسالب نص، الاكس بواحد، الاكس بتلاتة، صح كده؟ هما دول اصفار الداله، احولهم لاقواس ازاي؟ بنساويهم بالصفر، يبقى الاكس زائد نص ده اول قوس، القوس الثاني اكس زائد واحد ناقص واحد سوري، والقوس الثالث اكس ناقص تلاتة، تمام؟ فبما ان الثلاث اقواس طلعوا لي اكس ناقص واحد واكس زائد نص واكس ناقص تلاتة، هنيجي نبص في الحلول، اكس زائد نص ده احد العوامل يبقى ده مش معانا، اكس ناقص واحد ده احد العوامل يبقى مش معانا، اكس ناقص تلاتة احد العوامل مش معانا، يبقى الاجابه هتكون اكس زائد واحد ليس من احد العوامل. بكده اكون انا حليت كل الاسئله اللي كانت متاحه بالنسبه لي او جات لي. ممكن يكون في سؤال هو اللي ما جاليش، او سؤالين شكلهم جاه مختلف، فانا حاولت اجاوب على قد ما اقدر اللي وصل لي. لو في حد في حاجه مش فاهمه او حد حب بيتاكد من حاجه معينه ما فيش مشكله، لو حب يتواصل معايا. اتمنى اكون افدتكم، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله.